نحن نتمنى ذلك، أن يكون هذا التحرك جدي وليس تحركا لتقطيع الوقت، ولكن الحقيقة أن المشكلة ليست هي بانتخاب الرئيس أي بشخص الرئيس. المشكلة ننتخب رئيس لأي جمهورية، وأيضا ننتخب رئيس وفق أي أجندة مستقبلية، لأن إمكانية انتخاب رئيس واردة في أي لحظة. أو أكثر من ذلك أقول يعني أن الثنائي الشيعي تحديدا مع حلفائه لو أراد أن يوصل مرشحه إلى رئاسة الجمهورية لكان فعل ذلك منذ أشهر. المعضلة التي تواجه عملية الاستحقاق الرئاسي وعكس كل ما يحكى ويشاع هي معضلة نحن ذاهبون إلى انتخاب رئيس، ماذا بعد انتخاب الرئيس؟ هل سيعني نستكمل مرحلة السنوات الثلاث الأخيرة من عهد الرئيس العماد ميشيل عون، والتي شهدت أقصى حصار مالي واقتصادي أدى إلى حالة الانهيار المالي وما إلى هنالك؟ يعني هل نحن سنذهب إلى انتخاب رئيس لست سنوات عجاف أخرى، أم أننا سنذهب لانتخاب رئيس، هذا الرئيس يكون محصنا بضمانات وإعلانات صريحة من الدول المعنية بحصار لبنان لحد الآن، وأنها يعني تتخذ سلوكا مغايرا للسلوك السائد؟ لكون صريح معك آدم، النقاش الحقيقي الذي يدور وتحديدا مع حزب الله وعبر الرئيس بري أو مباشرة، هو لو ذهبنا إلى انتخاب رئيس أيا كان اسم هذا الرئيس، هل المجموعة العربية وعلى رأسها المملكة العربية السعودية، وهل المجموعة الدولية وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية ستفك الحصار المالي والاقتصادي عن لبنان؟ هل سيتم ضخ أموال إلى لبنان؟ هل ستوضع ودائع في مصرف لبنان؟ هل سنشهد استثمارات كبرى بمردود عالي في لبنان، أم سنستكمل بذات السياق وبذات الأجندة السابقة التي يعني تتلطى خلف أمور خلافية؟ هذه الأمور الخلافية بعد الحرب على غزة وما يحصل على الجبهة الجنوبية ثبت أن حلها تحديدا أعني به مسألة مستقبل سلاح حزب الله وما إلى هنالك، ثبت أن حلها مرتبط بالتسوية على مستوى المنطقة وبمسألة حل النزاع العربي الإسرائيلي، إذا جاز لنا أن نبقى ونسميه صراعا عربيا إسرائيليا. المشكلة هي ليست من هو الرئيس ومتى ننتخب الرئيس، المشكلة الحقيقية إذا انتخبنا رئيس هل سيتم الإفراج عن لبنان المستقبل؟ نحن الآن يعني عملية عم تقول هو اليوم التالي لانتخاب اليوم التالي لانتخاب الرئيس، إذا انتخبنا رئيس وجلس مثله مثل بقية المواقع الدستورية يراقب الأزمة، تعقد اجتماعات لمجلس الوزراء، هذه الاجتماعات بتدير الأمور يعني البيتية العادية وبالكاد تديرها، فيعني بنكون نحن ما عملنا شيء عمليا، بنكون عم ننتخب رئيس لنحرك هذا الرئيس وليس لكي نطوي صفحة طال انتظارها من قبل اللبنانيين، بحيث نذهب إلى مرحلة جديدة بعناوين جديدة. أبرز هذه العناوين عن جد نبلش مرحلة التعافي الاقتصادي والمالي، وأن يتنفس هذا الشعب اللبناني اللي طالت هذه الأزمة المالية والاقتصادية المطبقة على أنفسه. إذا حضرتك عم تقول أنه الثنائي لو يريد لكان قادرا على إيصال مرشحه، مش هنفوت بالحسابات ولا بعدد النواب نعمل قسمة وحساب، ولكن إذا كان يريد ذلك لكان تمكن من فعل ذلك. عدم فرض هذا المرشح أو عدم إيصال هذا المرشح من قبل الثنائي حتى لا يتحمل مسؤولية المزيد من الانهيار لمدة سنوات لاحقة، وهذه باعتقادي أن حزب الله مع الرئيس نبيه بري ناقشها طويلا،
بالتالي نحن شو مصلحة الثنائي أن يصل مرشحه وأن يكون مثلا إذا كان السنوات الأخيرة من عهد الرئيس ميشيل عون كانت سنوات الانهيار المالي والاقتصادي نتيجة الحصار المالي والاقتصادي والسياسي على لبنان، شو مصلحة الثنائي الشيعي أن يصل مرشحه سليمان فرنجي أو أي مرشح آخر إذا كان هذا الحصار سيستمر وسيتحول حينها إلى رئيس جمهورية يمكن تفكيك الكيان بعد شوي؟ طيب إذا حزب الله لا يريد أن يأخذ هذه الخطوة لأنه ليس لديه الضمانات الكافية بأنه في حال أوصل مرشحه لن يكون هناك تكرار للسيناريو الذي حصل مع الرئيس ميشيل عون، طيب بالمقلب الآخر يعني إذا كان يريد حزب الله ضمانات معينة ولن يقدم على هذه الخطوة نتيجة هذا إعلانات صريحة إيه؟ ومواقف واضحة تسبق أي أمر آخر عدا عن هيك وهذا هو ما هو غير نعم. متوافر. طب بالمقلب الآخر الاسم اللي صار أكثر نعم. تداولا ويعني بعض أعضاء الخماسية مش بس متبنينه لا بل يدفعون باتجاهه اللي هو قائد الجيش جوزيف عون،